السلام، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نقدم لكم تلفزه في السامسونج ليد 43 سيري 5 ان 5300. كما تشوفوا الصندوق نتاعها الباكو، غنحلوها قدامكم. كما تشوفوا الـ HD 43 بوص 34 بوصه، حلوها قدامكم. هلو قدامكم، هلا نحاول اتكلم قدامكم. الساق اليمين والساق اليسار، شوفوا انا حليناها قدامكم. هذما الفيشة نتاع بارابول، هنا الـ HDMI، بقعة الـ فلاش ديسك. نحاولوا نركبوا لها ساقيها طبعا، على خاطرها زلت مش مركبة. ناخذ الساقين نتاعها باش نركبوهم. عندك الشمال واليمين، واليمين ناخذ الريفيس، ناخذ الريفيس. كيف كم سكروه هذا فوق. عندنا ليكاش هذوما يغطيو بهم البقعة هذه، عندنا في اليمين عندنا في اليسار. سكر سيبون، تلبزة حاضرة، حطوا جربوها تو. ناخذ الكابل نتاع الضوء باش نحطوه لهنا. نحطوها في البريز، حاطين توا تلبسة في البريز كما تشوفوا. حطينا البيلات في الكوموند كما تشوفوا. هلا نخدموها، ننزلوا في سورس، ننزلوا على ستينك، تخرج لنا ايماج صون. ولا حطينا فلاش ديسك باش نجربوا الفيديو. نخدمو فيديو على كاليتي ديماج، نحاولو شوية.
هلا تلفزة فيها الترا كلين فيو الكونسترا انهانسر شيرينج هاش دي مي شينا برشا تصويرة حلوة برشا تصويرة روعة كاليتي ديماج روعة سيري 5 فول هاش دي 43 بوس فوالا سيري 5 ان 5300 فول اتش دي 43 بوس ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إلى اللقاء وشكرا على المتابعة.